سيدي المشكل اللي عندنا هو كان زين واحد الابراء من دابا قديم شي 14 سنه دابا ولا هكا، لكن من حكم الظروف والدراري ما بقاش قادرين انا نكري ولا والو، بقينا مستقرين اليوم الساعه لحد الساعه، و الفقر هو انا ما عندي، عندي 6 3 ولاد و3 بنات، كلشي ساكن هنا، ساكن مع تا ولدو ومرتو، دابا تزوجت السنه اللي فاتت كان يعني بحال نقول 10 نفوس، كنا ساكن كاريين، كاين فواحد المحل هنا، كان جات كانت الظروف ما ساعداتش، تيد وحدي اللي خدام كان الدري عندي عنده مشاكل مع صبية وهذا، تعطلت لي الأمور، بحكم الحرفة أنا كنت ندير البكري كنت ندير داكشي الكبس البلدي، الكبس البلدي ما بقاش مقحرض عندنا مع البلايك وهذا، ما بقاش يطلبوا الإنسان بزاف، تبطلت عندي الخدمة. صافي تكركر عليا الدين جاري الافراق خرجت لها وبقيت مستقر الحمد لله، رحبوا بي هاد الناس ديال وزن اقامه شنا شنو لا عيب لا والو، البلدي الحمد لله مره تيعرفوا علينا في البشر ما يصرو هو الله يحفظو تو تيعاوننا شويه مره وبقينا مستقرين، خرجوا نخدموا شويه انا وديت هادوك جوج وليدات لي الاخر اللي معايا تيعاونوني في المرصاد وتيمشيو معايا يقصروا الحوت وعايشين قروا في الدريه، الدريه ما بغاش يقراو قروا الدريه، ديك الدريه تعاونوا على الدريه باش يقراو، جاب الله الدري الكبير اللي تيعاونني مر شويه بقات الامور هكا، الدريه الكبير الدري تيقراو، الدري الكبير عندي راه قرات دابا تبارك الله وصلت العمره عندها دابا الماستر ديالها، وتنتمنى الدريه الصغار تيقراو هادشي اللي باغي من الوليدات ديالنا، طلب الله يسهل عليهم باش انا الحمد لله لا تنى وهما راني مهني فرحانين، راني فرحان مادام تنجيب لهم قوت فرحانين، واقي صافي راضي معايا بالوضعيه انا راضي عليهم وهانين معايا الحمد لله، نطلب من الله فهمت الحمد لله شي ناس اللي عاونونا على هذه الحاله هذه، ما بغيتش شي الحمد لله شويه شي مساعده من سيدنا الله ينصرو ولا من الناس المحسنين ولا هذا، هذا الشاب بلاستيكي راه تيرضى به حتى واحد، وسيرتو في الظروف اللي في هذا الحجز الصحي الناس تدخل المحل حتى هو تيبقى فيه الحال، باش ولادي يبقى في الزنقه، والزنقه راها ما ديماش، نطلب من الله ومن سيدنا ومن الناس اللي يعاونونا شويه وشو يدوا لنا شي حل الحاله هذه، راه ما الدراري غادي تيكبروا وكانوا صغار كثر غالب اليوم، دابا الحمد لله راه ما كبروا ما بقاش قد وباقي لحد الساعه راه تنعاني من جيتهم، نطلب من الله ومن سيدنا ومن الناس المحسنين يعاونونا نحيدو من هذا البلاستيك، وسيرتو في هذه الظروف هذه في هذا الحجز الصحي، الناس كاع تدخل ديورها الا انا وليداتي تنشوف ولادي في الزنقه وانا في الزنقه، يعني ما تزيدني مرض فرد ما قدرتش نقول انا ضربت قدام الدراري وليداتي ماش ما نقدرش عليهم، وانما الحمد لله جابت الظروف انا قلت كلشي اللي عندي قلتو لهم، طلب من الله يعاونهم الله يمسك عليهم وصاحبي، ما بقيناش ضامنين عمرنا في هذه الساعه هذه 57 عام في عمري والصحه دهورت، نكت نهبط نقص النهار ما بقيتش نقدر نهبط، تيهبطوا الدراري الدري تا هو هذا الكبير اللي تيعاونني هو مريض بارك معايا هو مرته وليدو، ثم الله من الله تا هو شي ناس اللي يشوفوا من حالتنا وحالة ولادي، انا صابر بالوضعيه وشحال حنا صابر مع الوالد ديالنا لمده ديال 16 17 عام ونقدروا نزيدوا نصبروا ما عندناش مشكل، هما الوليدات تيبداو يكبروا شويه والدريات مع القرايه والدري تيبداو يتعقدوا شويه بشويه، كل كلمه كاين اللي تيعايرهم بهذ الكلمه، سيرة ساكن في براكة ساكن في عشة، وأنا كنت تزوجت وكنت خدام مع الوالد ديالو، عندي وليد هاد الساعة عنده شهرين وساكن معاه نيش، أنا مدير حدا كوخ صغيور بلاستيك تنخدم أنا وياه تنقشرو الحوت في المرسى، أنا شوية كنت عيش شوية ومرتب واحد السلس شوية في صدرتي منعني باش نخدم في المرسى وفي الدومين ديال الحوت مع قريب البحر وميديتي، ودابا أنا مريح في الدار وليت يمشي يخدم علينا وليت يصرف علينا ولي كلشي، وانا تناشدو الناس والمحسنين والملك يشوف من حالنا ويعاونونا وخا بشويه، حنا راه ما في حالنا الصراحه، راه ناري تنصورو راه تناكلوه، راه 8 ديال النفوس ولا 9 النفوس، راه تجيب 80 درهم ما تيشاك منها حتى درهم، ابين الزيت وتقاديه وعطريه، ودابا هاد الايامات مع هاد المشكل ديال الوباء ديال كورونا ديال الحجر الصحي مبقانيش نقدرو نمشيو نخدمو، الوالد مبقاش يخدم كاع في مره ولا في الدار، وغير الناس شويه الناس مره تيتفكرونا وتيدقوا علينا، كل واحد يجيبنا شويه وشويه مع الجيران شويه من العائله وهو باش عايشين ما عندناش اي حاجه تنتظروا من الناس اي حاجه، يعني يعطيك الماء ما عندناش الماء تنسقيوه من عند الجيران،
واحد المراه مسكينه الله يرحم لها الوالدين الوحيده في هذا الحي كامل هي تعطينا الماء لمده ديال 16 عام وهي مسكينه هي دابا بقى لها شهر وغتحول مسكينه شرات واحد البريط ما سال عليها الله ومسكينه هي اللي كانت معاطينا الماء والضو كنا في الاول مدينا الباتري والبولات تنضوو بالباتري تنديروا البولات ديال الباتري ها هما كما تشوف احنا ندوز الخيط ديال البوله التلفازه هي محطوطه راه حتى كما تشوف مره تخدم مره ما تخدمش وما كاينش حمامات النظافه والو يعني الانسان يقدر يبقى موسخ بحال دابا ما كاينش حمام والله القسم بالله مشينا الحمام دابا جيت شي شهرين ما شناش الماء وحتى الماء قليل تنبغيو شويه ديال الماء قليل ما يخرجش عندك واي انسان دابا تولي بنادم تيبدا يتهرب من الانسان تيتهرب منك في هذه الوقيته بخصوص مع كاين المرض والناس تخاف من العدوى وداك الشيء وحنا دابا سادين علينا هنايا والمعين والله الكريم سبحانه وتعالى والله العظيم الله يصاوب والله يجيب شي محسن ولا شي ناس يكونوا زعما باغين الخير وباغين يديروا الخير في وليدات الشعب وتي حنا راه تشوف الحاله انت لا اله الا الله محمد رسول الله وعندي وليد مسكين الله عنده شهرين والله العظيم باقي ما حطيتوش كاع في الحال المدني ها بالخدمه وخصنا شويه الفلوس الله يصاوبو صافي